وسهلة جدا، مفيهاش أي حاجة. نشوف مثال، في المثال يتضح البيان. الانحراف المعياري لمجموعة من الدرجات، ادي درجات بسيطة، نحسب المتوسط، ودي أول شيء اتفقنا عليه. هذا الشكل، ادي المتوسط يطلع بكام؟ طلع بـ7. طبعا المثال ده برضو متكرر لأن احنا حسبناه قبل كده استخدمناه. كل اللي بنعمله بنعمل ايه؟ بنبدأ ان احنا نعمل الجدول اللي احنا شايفينه قدامنا. ادي الدرجة، كل درجة تطرح من متوسطها، كل درجة تطرح من المتوسط، بنجيب ح تربيع. لاحظوا ان ممكن اقول 7 ناقص 10، وممكن اقول 10 ناقص 7، فالاشارة ما تفرقش معايا حاجة. المهم ان مجموع العمود الثاني لازم يطلع بصفر، اربع مجموع العمود الثالث يطلع بـ20. ارجع استخدم معادلتي الانحراف المعياري مج ح تربيع على نون، 20 على 5. اذا الجذر التربيعي للاربعة بكام؟ باتنين. اذا الانحراف المعياري يطلع بكام؟ باتنين. معادلة بسيطة وامرها سهل. حساب الانحراف المعياري طلع عندنا باتنين. طبعا يعني بنفس الفكرة، مجموع الدرجات احسب متوسطها، لو جبت المتوسط طلع ب 6. بعمل الجدول نفس الفكرة، جدول مكون من 3 أعمدة زي ما احنا اتفقنا. العمود الأول يمثل كذا، طبعا أنا هترك لكم المسألة دي كمثال تتدربوا عليها. خصائص الانحراف المعياري، زي ما شفنا خصائص المتوسط الحسابي، ريت نشوف مع بعض خصائص الانحراف المعياري. أول خاصية من خصائص الانحراف المعياري، تختلف عن خصائص المتوسط. الانحراف المعياري كان عندي مجموعة من الدرجات واحسب الانحراف المعياري بتاعها وطلع بقيمة معينة، لو ضربت كل درجة في مقدار ثابت أو طرحتها من مقدار ثابت أو قسمتها من مقدار ثابت لن يتأثر الانحراف المعياري، وهذا عكس المتوسط. دي عكس خصائص الايه؟ المتوسط الحسابي. فالانحراف المعياري درجات 2 و4 و5 هو بالظبط انحراف المعياري درجات 12 و14 و15، شيء طبعا انا كده زودت 10 10 10 لن اجد ان المنحرف المعياري يختلف، على عكس المتوسط قيمته هتزيد ب10، وهذه ايضا من خصائص الايه؟ وبالمثل طبعا عند الضرب والقسمه مقدار ثابت. هل تختلف هذه الخاصيه عن خصائص المتوسط؟ بالتاكيد هذه الخاصية تختلف عن خصائص المتوسط، لأن هذه الخاصية عكسها تماما في المتوسط. خصائص الانحراف المعياري، أيضا الانحراف المعياري يمكن أن أنا أستخدمه في تحويل الدرجات إلى درجات معيارية، بمعنى أن أنا أجعل الدرجات تتحول إلى مقياس ذو مسافة متساوية، زي مقاييس المسافة اللي احنا اتعودنا عليها. لو عندي مثلا باحث وطبق اختبارين على مجموعة من الطلاب، ما اقدرش اقارن الدرجات في الاختبار الاول بالدرجات الاختبار الثاني الا اذا حولتها الى ما يسمى درجة معيارية. يعني لو عندي الاختبار الاولاني الطالب جايب عليه 10، اسف الاختبار المتوسط الاختبار الاولاني 10 والانحراف المعياري للاختبار الاول 2، متوسط الاختبار الثاني 40 والانحراف المعياري بتاعه 18. لو الطالب اللي عندي مثلا جاب درجه في الاختبار الاول وعايز اقارنها بدرجه في الاختبار الثاني، لابد ان احول هذه الدرجه الى درجه معياريه، لان لا يمكن مقارنه الدرجات الخام. هل يمكن المقارنة بين الدرجتين الخامتين، واحد حصل على الاختبار الأول 12 و32؟ ما ينفعش. الدرجة الأولانية تنتمي إلى متوسط وانحراف معياري، والدرجة الثانية تنتمي إلى متوسط وانحراف معياري، فدي بيسميها درجات خام. لكن إذا حولتها إلى درجة معيارية يمكن أن أقارن بينهما. طب كيف أحول الدرجة إلى درجة معيارية؟ الأمر بسيط جدا. الدرجة المعيارية بقول إن الدرجة ناقص المتوسط على الانحراف المعياري. كمثال او بالرموز، الدرجه المعياريه دي الرمز د، الدرجه العاديه س ناقص م على ع. طبعا لو خدوا بالكم من الدرجه المعياريه مهمه جدا في حساب معامل الارتباط، هتسهل لي كتير حساب معامل الارتباط.
لو طبقت المعادلة دي بقى على المثال على الدرجة الأولانية 12 ناقص 10 على 2 طلعت بواحد موجب، 32 ناقص 40 على 8 طلعت بسالب واحد، طلعت بإيه؟ بسالب واحد. معنى ذلك إن الدرجة المعيارية الأولى أكبر من الدرجة المعيارية الثانية، بالرغم إنه في الاختبار الأولاني جايب 12 والاختبار الثاني جايب 32. عشان كده قلت في البداية لا نستطيع أن نقارن باستخدام الدرجة الخام، لكن بالدرجة المعيارية أستطيع أقول إن أداء الطالب على الاختبار الأول أفضل من أدائه على الاختبار الثاني، لأن درجته المعيارية هنا بواحد ودرجته المعيارية هنا بسالب واحد. يبقى بنأكد على فكرة إن لا يمكن استخدام الدرجة الخام في المقارنة، لكن لابد من الاعتماد على الدرجة المعيارية. إيه الخصائص التانية للانحراف المعياري؟ يتأثر الانحراف المعياري بالعوامل اللي تأثر بيها المتوسط، فهو حساس لوجود أو غياب الدرجات المتطرفة. يعني لو عندي درجات متطرفة يعني كبيرة جدا أو صغيرة جدا، في هذه الحالة لا يوصى باستخدام الانحراف المعياري في حالة وجود درجات متطرفة تطرف شديد. برضو بأكد خلي بالكم من النقاط الصغيرة دي لأن دي أسئلة اختبارات. إيه الخاصية؟ الانحراف المعياري مثل المتوسط يمثل مربعه أقل مربع يمكن الحصول عليه، وبذلك تتوفر فيه خاصية بنسميها خاصية المربعات الصغرى. تذكروا إن المتوسط مجموع انحرافات الدرجات عن المتوسط بصفر، مجموع مربعات انحرافات الدرجات عن المتوسط أصغر ما يمكن. مجموع مربعات انحرافات المتوسط هي دي الانحراف المعياري، بس الفرق انها مقسومه على نون ناقص على نون، وبالتالي فهي فعلا بتستفيد من خصائص الايه المتوسط. كما ان الانحراف مثل اكثر مقاومه لتقلبات العينات، لما احنا قلنا على اكثر استقرارا، يعني لو خدت عينات مختلفه بنفس الحجم طبعا من اصل من نفس المجتمع، ثم انك انت او ان حسبت المتوسط الحساب المتوسط حسابات ما يختلفش، ايضا لو حسبت انحراف المعياري لن تجده يختلف. اذا خصائص الانحراف المعياري تتفق مع خصائص الايه المتوسط في فكرة في كثير من الخصائص ما عدا الخاصية الاولى فقط. ننتقل الآن إلى ما يسمى التباين. التباين هو عبارة عن مربع الانحراف المعياري أو هو متوسط مربعات انحرافات الدرجات عن المتوسط. العلاقة بين الانحراف المعياري والتباين علاقة بسيطة جدا. إذا كان الانحراف المعياري بيساوي 4 فإن التباين بيساوي 16، أي إن التباين بيساوي الانحراف المعياري مضروب في نفسه. يعني زي ما أنا قلت في المحاضرة، إذا كان التباين الانحراف المعياري بتلاتة فالتباين بيكون بتسعة، وإذا كان الانحراف المعياري بخمسة بيكون التباين بـ25، أو العكس إذا كان التباين بـ25 فالانحراف المعياري بستة. طبعا كده يكون دي آخر جزء خاص بمقاييس النزع المركزية ومقاييس التشتت. إن شاء الله في المحاضرة القادمة ننتقل إلى ما يسمى مقاييس العلاقة.